لا ولا لما لا هي فعلا كانت بدايتها أيوه. او في شويه، وبعد كده حس ان انا مش مركز في الكوره، ودي ميزه بقى المدرب، او ميزه مدرب عارف امكانيات لعيب وعارف ان هو ممكن يفيد النادي الاهلي ده فتره طويله، فيحاول معاه، لو ما جابش نتيجه خلاص. فالراجل قال لي انت عايز تلعب كره ولا لا؟ قلت له لا عايز العب، وانا كنت في منتخب مصر عينيها مع كابتن جوهري، و قال لي انت هتبات في النادي، هتتغدى وتعشى وتفطر في النادي، وهتتمرن صبح وبعد الظهر. ايه ومش ايه، كابتن صلاح حسني طبعا معايا جنبه مدير الكوره، بقول له، راح مديني واحده في صدري كده بهزار طبعا، ابويا. انا عايز ترجع تلعب كره تاني، تلعب تركز تاني. فعلا قعدت كام يوم في النادي اتمرن، وفعلا ركزت في الكوره قوي 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 قوي، وهي دي كانت بدايه بقى 93 94 95، من احسن 3 مواسم في حياتي. يعني وقف جنبي، حب يعملها مع جمال حمزه في الجونه. بس انا عايز اسالك سؤال بصراحه، يعني انت موهبه ما يختلفش عليها اتنين، تمام، والاهلاويه وغير الاهلاويه كمان، يعني الناس اللي بتحب الكوره بعيدا عن التعصب والمنافسه بين الانديه، لكن الناس بتحب الكوره ما تقدرش تختلف على موهبة كان أهلاوي كان زملكاوي، ما تقدرش تقول إنه حازم إمام مش واحد من أهم اللعيبة اللي جم في تاريخ مصر، ولا شيكابالا، لا، ولا صح عبد الجليل، ولا وليد صلاح الدين، ولا عبد الستار، الناس اللي بتتكلم كورة يعني. هل أنت شايف إنه مشوارك في مع الكورة عموما، مش بس مع الأهلي، حتى مع الزمالك، أنت اتنقلت للزمالك بعد الأهلي صح؟ آه لعبت سنتين. هل أنت شايف إنه مشوارك مع الكورة يتناسب مع حجم موهبتك اللي ربنا أكرمك بيها؟ انا لو اديت الكوره 60% كنت في حته تانية، بس في ساعات، مش غرور، ساعات تحس ان انت لما بتوصل للقمه بتحس ان خلاص مش هتقع منها تاني. الكوره دواره، لو اتعاديت عليها بتجيبك تحتيها، وده اللي حصل. ولما ركزت لها اديتني، لما ركزت واهتميت اديتني كوره، لما اتعليت عليها جابتني تحتيها. فانا بقول في طبعا في جزء مني، وفي جزء من المدربين كانوا ماسكين، ويعني انا ما مشيش في 94. تمشيت ليه؟ المجلس انقسم، قال لك عبد الجليل يمشي وناس قالوا يقعد. اللي ادى القرار مدير الكوره كان الكابتن طارق الله يرحمه، كابتن طارق سليم، بس بالانابه لانه كان مسافر، كان محمد رمضان مدير كوره، ومحمد رمضان صاحبي جدا وحبيبي جدا. انتوا لعبتوا مع بعض كتير، انتوا جايبين الجون الثالث في الزمالك، بقول لك هو اللي لعب لك، وهو اللي موسع لي السكه ان انا اجيب جون في الجون في الاتحاد. المهم فادوا الموافقه، انا طبعا ما صدقتش، يعني ما عارف، لو مشوني 91 92 مش هزعل، لان كنت وحش. كان منطقي بالنسبه لك. انا راجل صريح، بقول لك كنت وحش. انما لما التزمت 94 وخلاص طموحاتي، وابتدت الناس تبص لي، وبعد بطوله افريقيا اللي خدناها دي ابتدت الانظار تبص، لدرجه ان جه خبير من المانيا كان بيفاضل بيني وبين لعيب من افريقيا سبور اسمه سيرجي الم ماجي، وفعلا اختارني. الكلام ده انا عرفته بعد 30 سنه من صحفي كبير قوي قوي واهلاوي قوي، وانا احترمت فيه ان هو سكت 30 سنه ما رضاش يقول ان انا جدع، احترمتها فيه والله. ما اتضايقتش يعني؟ لا والله، اصل اقول لك على حاجه، انا احترمت فيه ان هو ما قالش، عشان اللي قال له لا ما تقولش، سيبه بقى خلاص هو هيمشي. طب لو رجع بيك الزمن يا كابتن هتغير ايه؟ هجيب خيمه احطها في الملعب، والله، واقعد انام فيها واكل فيها واشرب فيها. انا بقول للناشئين عندنا في المقصه، بقول لهم الكلمه دي، لو رجع بيا الزمن يا رجاله انا مش هسيب الملعب ده، هفضل قاعد فيه. طب لو رجع بيك الزمن هتلعب للزمالك؟ حسب الظروف. افرضي يعني، معلش، قناه الاهلي قالت لك شكرا، اوكي، قناه الزمالك قالت لك اتفضلي، قلت لا سكت. اقول لك حاجه، انا عارفه لو انا كبير في السن ممكن، انما انا كان عندي 26 سنه وفي مصر ما بين الاهلي الزمالك نفس الجمهور قريب، الشهره اللي انا كان نفسي العب في الاسماعيلي، بحبوا لعبه الكوره،
بس الشهرة في مصر أهل وزمالك، هنضحك على بعض. صح، هو الكلام ده. فكان ساعتها لا، وبعدين هما اللي طلبوك يعني. بس حضرتك معروف ان انتمائك للاهلي وكده. نعم، معروف حضرتك ان انتمائك للاهلي اكتر وكده. هل ده مثلا كان ممكن يكون عامل لك؟ ده انا طلعت في قناه الزمالك قلت لهم انا اهلاوي. ايوه، اللي انا اقصده وبخش نادي الزمالك بقول لهم انا اهلاوي. انا اقصده وقت ما كنت ما بيزعلوش. اه طبعا، اللي انا اقصده وقت ما كنت في الزمالك ده مثلا عمل لك مشاكل انك معروف انك اهلاوي؟ يعني في ماتش كده طلعت بعد 35 دقيقه تقريبا بين الاهلي والزمالك. دي العقليه، دي المنتاليتي، ده غصب عن ده كلوز مايند جامد جدا. يعني انغلاق ذهني فظيع. مفيش فرقه يمسكها اثنين مدربين. احنا كنا فريق الاحلام ساعتها، اثنين مدربين الله يرحمه، واحد عند ربنا ما اقدرش اتكلم عليه، كابتن احمد رفعت والكابتن